الفيديو هذا اللي كيقول لك انا با فلان با فلان دير ما بغيت في هذه البلاد. تفرجوا في هذا الفيديو ومن بعد غنهضر. اعتدى ابن الرئيس العراقي صدام حسين قصي هو واصدقائه على امرأة عراقية، فذهبت لتشكي الى ديوان الرئاسة عن الذي حصل معها، ووصلت القضية الى الرئيس صدام حسين الذي اجتاحه الغضب فور سماعه بقصة هذه المرأة، فامر باحضار ابنه قصي واصدقائه وقام بتوبيخهم، وامر الحراس بجلد ابنه وتصوير العملية، وبالفعل تمت معاقبة قصي بالضرب المبرح والجلد، وتم تصوير عملية معاقبته بالكاميرا. وبعدها أمر الرئيس صدام حسين بحضور كبار المسؤولين العراقيين وأبنائهم إلى قاعة الخلد، ووضع شريط الفيديو في التلفاز وعرض عليهم عملية معاقبة ابنه قصي، فسألهم هل تعلمون من هذا الذي يضرب في الفيديو؟ فخيم الصمت على جميع الحضور. إنه ابني قصي، وأظن أن الرسالة وصلتكم جميعا، وعم الخوف جميع الحاضرين. فإذا كان هذا فعل الرئيس بابنه، فكيف سيكون فعله بنا لو تجاوزنا على المواطنين؟ بعد فترة السيد الرئيس الله يرحمه جمع كل أولاد القيادة بقاعة الخلد مع أباهاتنا، وشوفنا فيلم لقصي عم يضربوه بالعصا ليأدبوه، وقصي لابس دايت ذكر جداشة لونها رصاصي يعني جراي وجاكيت جلد رصاصي. قصي كان قاعد معكم في القاعة ولا لا؟ قصي ينضرب بالعصا، فقال تعرفون هذا من بالتلفزيون؟ قال هذا قصي بن صدام حسين، هذا قصي اعتدى على مواطنة عراقية ووصلت لي. يذكر أن الرئيس العراقي صدام حسين كان لا يعرف أبناء أو أقرباء. عندما يحدث تجاوز فقد قام سابقا بمعاقبة ابنه عدي وسجنه، وكاد أن يحال إلى الإعدام بعدما قتل حارسه الشخصي كامل حنا، لولا أن أهل المغدور أسقطوا حقهم، إضافة إلى ضغوطات الملك حسين ملك الأردن الذي ضغط عليه بأن يعفو عن ابنه. ويذكر أن الرئيس صدام حسين قام بمعاقبة سي لا فيديو هادي ميساج هادوك اللي كيستغلوا المناصب الكبرى والعليا في هاد البلاد هادي ولا في اي بلاد. ها هو رئيس قد قد الخلا، مشى ولدو تعامل مع مرا معامله ماشي هي هادي، كتعدى عليه هو وصحابو شو شنو دار ليه. وهنا كتشوف غير واحد باه ما عادش ماشي حتى شي منصب كيولي ما عرف شنو باغي يدير غير طير في السما. مش قاوش ديروا مابقاوش تستغلوا السلطة ديالكم. كنشوفو بزاف ديال المسؤولين الكبار في البلاد ولا في أي بلاصة ولادهم كيديروا الروين والفضيح، وما كي ما كيحتارموش القانون نهائيا، ما كتلقاش با أصلا شي كراد ولا شي حاجة، وكيدير ما بغا، يخدم شي سكران ويعربط على البوليس ويسب. هادشي أنا حاضر ليا وشتو بعيني، فهمتي؟ ماشي كنقول أنا شي حاجة من لا شيء. هاد لافيديو هادي دابا اللي وريتها ليكم فهي غير ميساج انك فهمتي بتستغش السلطه ديالك، ولا كان ولدك انت اللي كنتي في واحد المنصب ولدك دار شي حاجه ما هياش عاقبه باش ما يتصرش وباش ما يبسالش. حيت دابا اللي بواه شي حاجه كيولي فهمتي مفرعن باغي يدير اي حاجه، باغي يسب يضرب يقتل كاع، وما كاينش يحاسبه علاش حيت بواه فلان برا هادي بركة من هادشي. انت الا كنتي اب ولدك داير فحالك عاقبه. ها هو رئيس قدو قد الخلا، رئيس اللي كان حاكم بلاد كبيرة وكان العالم كيترعب منه، ولدو دار بلا ماشي وهداك عاقبه ماشي داك. انت رد الحق ديال هذيك السيدة اللي تعدى عليها، وهذا كان ميساج هادوك اللي كانوا خدامين عنده، باللي الى اي واحد من ولادكم داروا شي حاجه ماشي هذيك راه ولدي وما عقلتش عليه، وهذا الشيء اللي خصو يكون اصلا.